صحيه غير مسبوقه، لان سيدات مصر دول طلبوا مثل غير طبيعي سواء في 25 يناير او في 30 يوليو او في الاستفتاء. تحيه للشباب، تحيه للمنصه الكريمه. مش عايز اطول على حضراتكم، عايز اقول كلمتين. احنا كحزب مؤتمر طالبنا المشير السيسي انه يتقدم للترشح. كنا اول حزب بنؤيد المشير السيسي رئيس الجمهوريه. في ثلاث استحقاقات، الاستحقاق الاولاني كان صياغه الدستور والاستفتاء عليه وتم والحمد لله بنجاح. المرحله الثانيه هي الانتخابات الرئاسيه، يليها الانتخابات البرلمانيه. نتمنى ان احنا نستكمل الطريق. نتمنى ان احنا كلنا لازم يكون لنا دور. في تقدم اثنين مرشحين، المشير عبد الفتاح السيسي والاستاذ حمدين صباح، اللي بتربطني بيه علاقه ومتاكد انه هو راجل وطني. لكن احنا اخترنا المشير السيسي، واخترنا ان احنا مطلوب مننا كلنا بالكامل. مصر اقسم بالله مصر بتقع لو كلنا ما وقفناش موقف محترم في الانتخابات الجايه. مش هنلاقي مصر. مصر محتاجه لكم، مصر محتاجه كل بني ادم، مصر محتاجه ان كل سيده تطلع جوزها، تطلع ولادها، كل واحد في البيت يطلع جاره. مش فكره ان المشير السيسي ينجح، ممكن المشير السيسي ينجح ويبقى جايب 80 و90%، لكن العدد قد ايه اللي طلع؟ لو العدد اللي طلع قليل هنخسر كتير، هنخسر داخليا وهنخسر خارجيا. رجاء من كل مصري، رجاء من كل مصري انه يطلع ويدي صوته. ما حدش يحط في باله ده ناجح ناجح. اللي بيعتبر، انا بعتبر اللي مش هيطلع ده يعني مقصر في حق بلده، مقصر في حق نفسه.